انا ما شفتش ولادي لما اندفن ولا بناتي ولا شفت اي حاجه. دايما الخوف فيا في قلبي، بخاف اسكر الباب، ببقى اصلي غير اصلي هنا. كنا نايمين احنا ليلة العيد وقضينا العيد مع بعض، وكنا يعني انا وبناتي وولادي وجوزي سعادة يوم العيد، وكلنا وشربنا ولعبنا مع بعض وقضينا احلى يوم. يوم تاني يوم نمنا يعني تقريبا على 12 على 11، صحينا لقينا البيت مهدود عليه من دون تحذير او يعني حدا يحكي لنا او هيك. فجأنا يعني الصبح البيت كله مهدوم علي انا واولاد وبنات، بحكي ايش في ايش في، او قلق جنبي ايش في يما ليش كده يما، بقول انا عارفه يما ايش في. صاروا انا سامعه خوته وغاغه وناس بتزعق وناس بتقول طلعوا هذا وطلعوا هذا واحكوا معاه، وفجأة أنا بقول إيش هذا، ولادي ولادي بزعق لهم بقولوا في هنا في هنا طيبين الحقوا في هنا طيبين. صاروا يجيبوا من فوق الردم والحجار وال يعني، وأنا تحت الأرض أنا وبنتي هادي ونور وكريم، لهم بحكي لهم طب أنا ولادي وين، وين ولادي طيبين ميتين، إيش صار إيش فيه، انقذوا ولادي أنا مش مهم سيبوني انقذوا ولادي. اللي هو بحكوا لي لا بخير ولادك بخير ولادك. وتريتهم كلهم كانوا مستشهدين، ما ضلش غير كريم ونور وألاء. روحت من المستشفى قالوا لي ان ابوك واخوتك استشهدوا، تأثرت وصرت اعيط يعني، ما لقيتش حدا جنبي ولا خواتي ولا ابويا ولا اخوتي، مش غير امي وكانت يعني تعبانة نفسيا هي واخوتي، وما ابو كمان عشان كريم كان في العناية المركزة، كمان كنا قلقانين عليه انه هو بس اللي كان بده يضللنا، بس كلهم استشهدوا يعني. ودعيت انه ربنا يخلي لي كريم كمان. انا ما شفتش ولادي لما اندفن ولا بناتي ولا شفت اي حاجه، يعني انا كان نفسي اشوفهم اخر مره ما شفتهمش وما رحتش ازورهم، يعني انا خايفه اروح ازورهم ما شفتهمش لحد الان. كانوا اهلي خايفين عليا انه اشوفهم، روحوني من المستشفى من غير ما اشوف ولا ولد ولا بنت في ولادي ولا جوز. انا يعني لما بروح على المنطقة اللي كانت بيتنا فيها جنب المنتزه بخاف اروح، بخاف امرق من جنب الشارع اللي كان بيتنا فيه، بخاف يعني لما الصدفة بمرق من غير بتذكر ولاد وبناتي وكل الايام الحلوة بتذكرها، قلبي بيبقى خايف اني اصعب، وبحبش اروح هذيك المنطقة خالص. بتطلع في الحيطان لما ببقى قاعدة لحالي، غير بدي اطلع في صورته وهيك. دايما الخوف فيا في قلبي، بخاف اسكر الباب، ببقى اصلي غير اصلي هنا، بحس حدا ورايا متخيلين بتيجي يخنقني. ولادي يعني بعد الحرب كريم كان يعني حاساه منطوي لحاله، بعيد عن الاطفال اللي قده، بعيد عن اي حدا، يعني دايما الخوف الولد في عينيه وفي قلبه، بده اي حدا يعني يتحامى فيه، او من بعد البيت لما انهدم عليه وشاف اخواته برضه. نور برضه تروح على الحمام غير انا اقفلها، انا اشجعهم هيك
من كل هذا بعد الحرب وأثر اللي شافوه في اخوتهم واللي شافوا يوم ما انهدمت الدار عليهم. من خلال متابعتنا لحالة هناء النجار وأسرتها، وجدنا أن الأسرة تعاني أعراض تجنبية واستثارة عالية كنتيجة للصدمات النفسية التي مروا بها، والتي تمثلت بقصف المنزل على رؤوس من فيه واستشهاد 7 من أفراده. لذا كان من أنسب الطرق العلاجية التي استخدمناها في مركز فلسطين للصدمة النفسية بعد عقد مؤتمر الحالة أسلوب العلاج الأسري ليشمل كامل الأسرة، والمتمثل في أسلوب العلاج المعرفي السلوكي بأسلوب التعريض لتعريض الأسرة على أماكن التجنب لإعادة ممارسة الأسرة لحياتها بالشكل الطبيعي، إضافة إلى العلاج بالسيكودراما والعلاج بالتركيز للتخفيف من حدة المشاعر السلبية. كان راح واحد عمولين حال الأسرة الآن وبعد العلاج وصلت إلى حالة من التقبل لواقعها الحالي. يعني أنا كنت بعيط ومنهارة وهذا، فجأة وأنا بعيط حسيت حاجة تقولي نور نزل في قلبي صبرني، أو وأنا كنت يعني مش قادرة وأنا بزورهم وبشوفهم تحت الأرض بعد ما كنت أنا وياهم، فجأة كده قلبي براد وارتحت نفسية إن أنا شفت ولادي والفضل لمركز فلسطين الصدمة. أنا بعد ما زرت البيت اتغلبت على الحزن اللي جواتي والحمد لله، والحين بقدم مشاويري وبمرق من قبال البيت عادي يعني. كريم ونور اليوم أنا مبسوطة عشانهم لعبوا في المنتزه ومع الأولاد وبطلعوا وبنزلوا وبتخلطوا مع الأولاد وبلعبوا، أنا مبسوطة عشان أخوي. اليوم جيت على المنتزة وانبسطت ولعبت على النقميطة والزحليقة، من زمان جيت على المنتزه.